بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد انتهينا في الحلقات السابقة إلى توضيح معنى البلاء وأنه يصيب العبد سواء كان هذا العبد صالحا أو غير صالح وأن هذا البلاء يكون بالخير ويكون بالشر يكون بالسراء ويكون بالضراء وأن حجم المعاناة في الحالين من العبد المبتلى تقريبا حجم واحد وهو مناط الثواب يوم القيامة والخروج على الهدف هذا هو حق سيكون مناط العقاب يوم القيامة نأتي للسؤال الذي تلقيناه قبل تقريبا حلقتين وهو ما علاقة البلاء بما يمر به العالم الآن من وباء كورونا. هل هو عقاب؟ هل هو ابتلاء؟ بناء على ما قدمناه نستطيع ان نجيب بالقول بان الله سبحانه وتعالى له ان يفعل مع عباده ما يشاء، لكن هناك مرجحات لان نعتقد ان هذا الذي يحدث الان او هذا الذي حدث هو رساله من الله سبحانه وتعالى فيها تحذير او فيها انذار لان لله سبحانه وتعالى نذرا في 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 عباده يخوف عباده ليرجعوا عما هم فيه من انحرافات. من يتتبع تاريخيا وضع الحضاره او وضع النهضه العلميه او النهضه الغربيه في 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 الغرب سواء كان الانجلو امريكان انجلو امريكان او كان في بلاد اخرى او اقاليم اخرى من الاقاليم التي تنهج هذا النهج نجد ان هناك انحرافات كثيره جدا وادت بها الى ان تنحرف انحرافا كاملا. لا نريد ان نستقصي في هذه الدقائق ما حدث ولكن هناك مؤلفات كثيره جدا غربيه وانا اعتمد على المؤلفات الغربيه ومترجمه الى اللغه العربيه وكلها كتابات كتا يعني صدرت من اقلام حكيمه ونبهت الى الخطر الشديد الذي يتربص بالعالم كله من جراء انحراف هذه الحضاره العلميه عن افاق الاخلاق او عن طريق الاخلاق واثبتوا ان هذه الحضاره تنكرت لله سبحانه وتعالى تنكرت للاديان تنكرت للاخلاق تنكرت الاسره كما هو الحادث الان وتنكرت لكل قيمه بنيت على الفطره الالهيه التي فطر الله الناس عليها وهي اولا ان بعض الشخصيات المرموقه سياسيا الشخصيات الغربيه والتي تمثل انموذجا يتطلع الجميع الى ان يحاكيه او ان يحتذي به في حفل من او في احتفال من الاحتفالات قدم صاحبته التي انجب منها اولادا او اطفالا كبارا قدمها على انها سيتزوجها يعني اعلن الزواج او يعني زواجه بعد ان عاش مع هذه الانسانة فترة طويلة طبعا في علاقات نحن الابناء الاديان او المؤمنين بالنسبة لنا هذه علاقات آثمة بعض الـ الـ يعني الأخوة يعيبون علي ويقولون يعني ما تخليك في حالك وأسيب الناس وأسيب الحضارات الأخرى ودي حضارات راضية بها أهلها وطبعا يعني أنا أؤمن بأن القرآن الذي أؤمن به لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهذا صحيح وهذا لا يضرنا فقط لو كان الغرب يكتفي بضلاله ولا يحاول محاولات جادة في نشر هذه الضلالات وفرضها على الأمم الأخرى وبخاصة الأمم المتدينة على الأخص على المسلمين والله لو أن الغرب اكتفى بانحرافاته وأغلق بابه عليه ولم يطالبنا بـ 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 بالاقتداء به صحيح كنا يعني آه نسال الله او نحمد الله على ان عافانا وينتهي الامر ولكن نحن اليوم امام غزو متدفق لنشر هذه الثقافه وطبعا تحدثنا كثيرا عن آه المؤتمرات الدوليه مؤتمرات سداوه مؤتمرات المرأة والمؤتمرات التي تهدف إلى إزالة كل الفروق بين الرجل والمرأة والتي تطالب بأن المرأة تتزوج مرأة والرجل يتزوج رجل وأيضا يعني وصل الأمر إلى أنهم يحاربون كلمة زواج ويستبدلون بها كلمة مشاركة أو مؤاخاة أو شيء من هذا القبيل مشكلة الغرب معنا الآن أن الغرب يريد أن يفرض علينا ثقافة تدمر ثقافتنا. أنا هنا أتذكر الحديث الشريف وهو حديث عميق دلالة إلى أبعد الحدود وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. طيب جميل وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء يعني حينما يشعرون بأنهم بالعطش كانوا كلما أرادوا أن يشربوا يذهبوا إلى الدور الثاني ليحضروا الماء فكانوا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فتفتق يعني ذهن بعضهم وقالوا يعني بدل أن نزعج الآخرين وبدل أن نتعب طالعين نزلين فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نُؤْذِ من فوقنا والحديث هنا يتوقف ماذا نصنع لو أمام هذه النصائح ونصائح لها منطقها ولها مبررات يعني هذه النصيحة لها مبرر عندهم أولا لا يؤذوا من فوقهم لا يؤذون من فوقهم وثانيا أنهم يستريحون أو يعني يتفاودون هذا العناء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان تركوهم وما ارادوا يعني ان اهل السفينه او ربان السفينه او القائمين على هذه السفينه لو تركوهم فعلا ينفذوا هذه الخطط والتي هي في ظاهرها خطط اقتصاديا ممتازه او تحقق منافع وتحقق مكاسب ولكن ان تركوهم سوف تغرق هذه السفينه بهم وبمن فوقهم ولكن اذا تحرك العقلاء في هذه السفينه واخذوا على ايديهم منعوهم من ان يحدثوا هذا الحدث فالنتيجه انهم نجا من, من من في اسفل السفينه ونجوا جميعا وايضا من كان في اعلى السفينه علينا ان نقارن بين هذه الصوره بعدما فهمنا بعض المرامي بقوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا هو موقفنا مع هذه الحضارة المنفلتة من قيم الدين ومن قيم الأخلاق ومن ضوابط الإنسانية والله إن تركناهم وما يريدون طبعا ليس أمامنا إلا الهلاك جميعا وربما يعني يكون هذا نزير أو هذه الصورة مصغرة من هذه الصور وان اخذنا على ايديهم سوف ينجو الجميع وطبعا الاخذ بالايدي هنا له مجال في ربما في حلقاتنا القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته